يا معلم احنا اتفقنا وخلصنا، ليه نعيده ونرجع لعنب ديبه؟ عشان ما ينفعش اخد حصتي اقل من غيري يا معلم. سبق واتكلمنا وقلت لك ده حكم السوق، خصوصا بعد اللي عملوه رجالتك والخساره اللي لبسناها كلنا. اسمع يا معلم، انا سمعتك وطوعتك ورحت واتجصت وفتشت بامانه، لقيت ان كل ده في شنك وان رجالتي بره الليله دي كلها. امال مين اللي عملها يا معلم؟ اسال المعلم الصغير هو يقول لك. الله، ايه نويت تلبسها البراءة ابني؟ حاشا لله يا معلم، انا عارف زين ان المعلم براءة يده نظيفة وملوش في الشغل العوج ده، بس الحكاية ليها ديول كتيرة يا معلم بتلعب من وراها. فسر يا معلم. شوية عيال ملموم عليهم ومقضيها معاهم، والعيال دي بتنتهز الفرصة وبيلعبوا اللعبة وهو مش داري بيها. مين العيال دول؟ كلهم كده. لا بس دي حلاوتك. ايه ده؟ شو خضتيني؟ معلش، هو ايه النظام؟ انت كل يوم هتدخل عليا بتتطوح؟ خلاص بقى هو ده تمامك؟ شو بقول لك ايه؟ انا جاي الليله دي ومزاجي فوق في السما ومش طالبه اي عكنان عامل معروف. اعمل معروف فوق، الدنيا عمالة تلف من حواليك وانت نايم على ودنك مش حاسس بحاجة، الكل عمال يكوش ويحوط على الركنة بتاعته وانت نايم لي في العسل فوق، بدل ما تلاقي نفسك صبي من صبيان المعلم. يا معلم رابط، لا ده انا المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله وحافظ المعلم. المعلم من غير دراع فضحته بتتذاع يا معلم. يا شو ما تلم التعابين وتخليها تعدي على خير، انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تشوف شغلك، عايزك تفوق لنفسك بتضيع وحتضيعنا كلنا معاك. ضويع عايزه تكوش على كل حاجه وانت مش فاهم، عايزه تنطرك من اللعبه فوق يا ابو سنه. السكه دي سكه تسليم النمر وانت مش ناقص. وبعدين بقى شو احنا مش قلنا مالكيش صالح بشغلنا؟ وماله يا اخويا، بس ليا صالح برجلي وانا ليا طلبات وانت لا مؤاخذه مش مكفيها. جر الشر يا بنت عم عوره، انت عايز ايه بالظبط؟ عايزك تسمعني كويس قوي، لاني خلاص مش هستحمل بعد كده، واي حد هيدوس لي على طرف هاكله بسناني ان شاء الله، حتى اصور لكم قاعدين في البيت ده. يما ريا ايه هالفترة اللي بتهلفطيها دي؟ ورحمة أمي، لو فضلت ماشيلي على الحال ده لححب جوافش ومتعرفليش طريق جر. تاني يا شو تاني، ما قلنا بلاش الاسطوانة الزفت دي. لا لسه، واللي ظهره قافش يا أخويا ما يشيلش، وما يجي يشيل يشيل على قده. فهمت ولا فسر أكتر؟ تعال. والنبي انا ما مصدقه سي خميس يعمل معاكي كل ده ازاي. سيبيني لوحدي يا بيسا. اسيبك ازاي وانت محتاجه؟ بقولك سيبيني. حاضر عيني، هسيبك، انا قاعده بره، احتاجتش اي حاجه او اي حاجه تعوزيها انا بره، اندهيني بس. وجع الجده مقدوره عليه يا بيسا، انما وجع القلب ده اللي ما يقدر عليه حد. يا خساره يا خميس،
يا خسارة كل حاجة حلوة بينا. يا خسارة يا فندينا، يا خسارة. الله عليك يا واد يا جامد ده، اهو كده انت تمام التمام. لو النبي يا معلم، ده انا دماغي لفت بقت عامله زي النحله، كل ده من نفسين مش قادره. يا بنتي افهمي، الدماغ دي هي اصل البني ادم، وهي اللي بتفرقه عن بقيه المخلوقات. الواحد من غير مزاج حيوان، زي الواد براء ابني بالظبط. بس انت شديت معاه قوي يا معلم. واد غف هيبوظ لنا الشغل كله. مش كفايه بضاعه والوفات ياما راحت علينا بعد ما حتى اطبخ فيها شهور؟ جاء فانتينا هياكلها الجاهز، وكل ده من تحت راسه هو. ازاي يا معلم؟ اقول لك ازاي، بس خدي شدي حاكم حلاوتي الشد. ايه؟ هات وخد، هات خدي. لو النبي يا معلم، خلاص دماغي بقت في الطراوة، خلي يبقى عندي شوية نفس أوصل بيهم الأوضة، ولا مش هتكعبل على بوزي وأدس بالرجلين. بس قولي والنبي يا معلم، احكي لي، أصلا بحب أسمع الحكاوي قوي. بتحبي الحكايات؟ قوي. حس كده بقى، شهريار هيحكي وشهرزاد تطرطق للأذن الوسطى. أهو أهو. أحبك حافية. خميس مستحيل. مساء الفل على ياسمين. قلقت منامك؟ بالعكس، انا لسه نايمه ولا ايه؟ مالك يا فاطمه بتلخبطي ليه؟ هتصدقني لو قلت لك انك كنت معايا دلوقت؟ كنت معاكي فين؟ في الحل. حل؟ كنت عامل ازاي؟ كنت بتضحك، وشك زي البدر المنور، وعينك ما فيهاش اللون الاحمر ده. وانتي؟ كنت حاسه اني طايره في سبع سما. والله العظيم انت زي العسل. والله العظيم انت زي العسل. لما كبرتي بسرعه يا فضه. العمر مش بالايام اللي بتعدي علينا ولا بالسنين اللي بنعدها. العمر بالحاجات اللي بتعلم فينا والناس اللي بنحسها. عالم حلو برضه. حلو حلو، يخلي الواحد يقول ولا موزونه كده، مش زينا بقى نقعد نطجن ونجيب كلمه قليله. عشان كده انا عايزك تكملي اعلام، كملي اعلام وتبقي الاولانيه. طمنيني، عامل ايه دلوقتي؟ طمني انت عليك، وقولي ايه اللي جابك في ساعه زي دي. لقيت نفسي مخنوق، وبرضه
قلت اجي اطمن عليكي. انت كويس؟ انا تمام تمام. براء تعالى عايزك. خير يا معلم؟ اقعد، عايزك في حوار كده. حوار؟ اقعد يا ابني. ادينا قعدنا يا حاج، قول. المصيبة ان انا بقول كتير بس انت ما بتسمعش، وعارف انت ناوي توصلني لحد فين. لا مؤاخذة يا حاج، يعني كلامك مش واضح، ما تفهمني تقصد ايه من ورا الكلام ده. انت تعرف عيلين من الابجية، واحد اسمه فتح فلنكان والتاني اسمه صلاح كفريه. فتحي وصلاح؟ يا حاج ساعات بيقعدوا معانا يعني لما بنبقى سهرانين، بس مش دايما، زمايل قاعدة يعني. طب ليه؟ الله، ليه؟ من امتى يا ابني بتقعد مع عيال بالصنف ده؟ ما انت هايص، مقضيها كباريهات ونسوان وانا معديها، يبقى لازمته ايه الكيف الرخيص ده؟ وطبعا انت بقى في القعده بترش بضاعه عشان تسمع ده يقول لك يا معلم، وده يعظم لك، مش كده صح؟ مش على حاجه يعني يا حاج، بس الحكايه وما فيها ان ما تفسر كلامك يا حاج، انت عايز تقول ايه؟ العيال دول بيشتغلوك يا براء، بيقلبوا عيشهم من وراك، بيضربونا في السوق. اديني فسرت يا معلم براء، رد عليا انت بقى وفسر. ما تعاندش معايا وحاول تاخده على قد عقل. عقل مين؟ هو انا بقى فيا عقل؟ انا مش قادر افهم ايه المشكله يعني لما باصي مصلحه لواحد صاحبي. ها؟ ايه المشكلة يعني؟ مصلحة مش هتأثر معانا، ايه؟ الدنيا خربت؟ أبوك اليومين دول مش في وعي، في اللي واكل نفوخه ومخليه مش دريان بالدنيا. قصدك مين؟ قصدي اللي بتطلع أوضته كل ليلة عشان تعمل له مساج و وإيه؟ أوعى يا بنت مطرة تكوني عارفة حاجة أنا معرفهاش. معرفش بقى يا أخويا، هو أبوك عندك، روح اسأله. تكون قصدك البيت سوريا؟ هو في حد غيرها في البيت هنا؟ لا 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 لا، انت كده مخك راح لبعيد. مخي ايه اللي راح لبعيد؟ بقولك البيت واكله نفوخه يا بنت. لا انا ابويا، اخره يتسلى يعني، اكنه بيأزق شويه لب وخلاص، لكن يدي سره وسلم نفسه كده لوحده ده صعب. انت متعرفوش ابويا. انا عارفه البت دي كويس قوي وفاهمه حركاتها، البت دي مش سهل. اتفضلي يا حاج. صباح الفل يا حاجه. صباح الهنا يا حبيبي، اقعد انا عايزاك. انا تحت الامر والطاعه، ويلك ايديك يا كبير. يا واد بطل باكش بقى واسمعني، القرشين اللي لميناهم مع البضاعة اللي هتستلمها مع اللي هيطلع من عملية النوح يخلونا نقف على رجلينا ونرجع السوق من تاني. عايزين نروح بيتنا بقى يا خميس، عايز اموت في فرشتي. العمر الطويل ليك يا حاجة، ما تقوليش الكلام ده، انا عامل ترتيبي على كده ومقضية مقضية ان شاء الله. قلقانة على خالك يا خميس، وخايفة لا يكون كبر وعظمه طري. انت عارفة الخرم اللي في نفوخه اللي منغص عليه عيشته؟ شو الزفتة؟ انا مش فاهم انت ازاي وافقتي على الجوازة دي. اوه بس ولا يهمك،
هنخلص من العملية دي وبعدين نخلص منها هي. ربنا ما يحرمني منك يا غالي. ولا من قلبك الحليب يا حليب. ولو عايز اخلص لك من الخيل كمان اخلص لك من الخيل. يا ولا. مش هي دي. لا هي دي. لا هي دي. بسكوتة. بررم. 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 بالهلا والشفا يا عسل. تعيش يا حبيبي. يا زوز. حاضر يا حاضر. وتفتكر البت سوريا دي تنجح في المهمة اللي احنا مكلفينها بيها؟ ايه اللي تنجح؟ دي بت شطانة بتلعب بالبيضة والحجر. هي اي نعم رغاية حبتين وطلعت عيني لحد ما عرفت اجندها، بس اكيد هتجيب دغ الراجل وتخليه يتكلم. مهم بالنسبة لنا دلوقتي اخبار افندينا. افندينا مقضيها سهر وكباريهات وغرز، واللي مستغرب له لحد دلوقتي ما حطش رجله في حاجة. ده مش معناه يا علي ان افندينا هيبطل شغل. بالعكس، افندينا اكيد دلوقتي بيحضر لعمليه تقيله قوي. ازاي افندينا علي ما يعرفش يقعد من غير شغل الفتره دي كلها. ادخل. تمام علي باشا. ايه في واحده بره يا فندم عايز تقابل سعادتك. واحده مين؟ لا تدخل. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. صباح الفل يا باشا. شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. الا قول لي يا معلم، لو انت صحي ناوي تجوز براءة. مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجه اقوله يا معلم، ما هي الفوله باينه زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازه ولا جنازه. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي يتجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهالفطة فرغ. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لهجتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا براتبني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشة في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادرة تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزة تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطة بدفع ثمنها كل ليله انا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازله كده، يا ريت. ولا اقول لك اتعلمي لك راسه وحبتين دلع كده، فكي شويه. فكي يا بنت، صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتراحي جوزك معاكي. ما انت عارف اني ماليش فيه. ما دي المصيبه يا اختي. تهت والقناها، انا انده للبت سوريا اخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوه المحمص. اسيبك بقى للاستباحه بتاعتك. دام الحكايه وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك ازاي بتهوى على الحجر. ممكن اعرف يا ابو سنه لحد امتى هتفضل سايب المارة اللي انت بليتنا بيها دي طايحة يمين وشمال، وفي الاخر تاخد كرامة وتروح عند حنتومة من ورايا؟ حنتومة؟ وايه اللي ودى كرامة عند حنتومة؟ انت بتسألني يا ابو سنة؟ خلاص يا حاجة انا هتصرف. هتصرف؟ هتعمل ايه يعني؟ عليا النعمة البت دي واكلة دماغك وهتغمس بالربع اللي فاضل. مالوش لازمة الكلام ده. طيب يا حاجة، افرض حد قاطرها وهي واخدة كرامة ورايحة بيت زي ده، وجايز نتشم وبدل ما نقيم دماغنا ناخد طعنة في الظهر. مش أنا يا معلم اللي هتقولك الخطر مفندق شبابيكو قد إيه، ولا زن المحروسة على ودانك نساك عرفنا؟ منسيتش حاجة ولا حاجة، ده أنا لسه ضاربها علقة موت دلوقتي. آه
وهتكسر ضلوعها ورمتها تحت رجليك وشدتها من شعرها. علي أنا الكلام ده يا أبو سنة وتهرب منك وتقعد تعيط وتولول زي الحريم ونبضر رجالتنا علشان يرجعوها زي كل مرة. يا حاجة ما أنا قلتلك بس ما عندناش وقت للكلام ده. الشغل اللي جاي هو الأهم. لم مراتك وخلينا نفوق لشغلنا. عرفت أنا مصدرة خميس ليه؟ عشان راجل ملوش ملكة قلبه تحت رجليه مش بيرفرف بين ضلوعه زي جماعة. هات يا جماعة يا رب. يوم ما قلبي لمؤاخذة يعني يحمي راسي أمزعه بإيدي وأرفصه برجلي. أمال الموال ده جاب آخره يا باشا والمولد ده الفضة يا باشا وخلص اتعملت تحورني وتدورني الجو. خير اتكلم في الشغل أحسن. شوف يا خميس أنا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، أنت من القليلين جدا اللي دخلوا دماغي وأنا شايف فيك بكرة بتاع البلد دي. باشا انت شرف لينا، اتمنى نخدم بلدنا. وانا يعني بعمل ايه؟ ايه همي يعني؟ قاعد المزاج ولاد بلد اظبط دماغهم عشان يشتغلوا صح ويدوروا عجله انتاج مظبوطه. عندك حق يا خميس، ده معناه ان هيبقى في راحه بال. طبعا يبقى بالي يبقى مرتاح، الدماغ يبقى مظبوط. لو الدماغ مظبوط المزاج هيبقى موزون، ولو المزاج موزون الشغل كمان هيطلع موزون. وعد الله وعد الله. انت بتتكلم زي الحاجة بالظبط. اه والله زي الحكة. لا مش زيها زيها يعني، لا انت برضه انت لا يعني لا زيها. وانا حلو كده يا خميس. انت زي العسل يا باشا، اليوم يا باشا انت مش عارف ايه يعني. قول لي يا عم. انت عم السوق كله يا باشا. الخلاصه دي المصلحه يا انا خلصتها وكملت على اللي عمله ولاد النور، مع اني والله مش حابب. المهم تبقى حابب يا خميس، المهم تخلص اللي بتعمله. خلي الحب ده لبعدين لحاجه انا عايشها لك. مش فاهم. ايه رايك في فريده بنتي؟ حته هانم. حته هانم النوح طلبها لابنه، ايه رايك؟ النوح طلبها لمين؟ براه ده عيل عفش ولمه ومالوش في عادات الكبار ولا كلام الكبار. هو يعرف يقعد قعده زي القعده دي؟ انا رايي كده. لا 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 لا. شوف بقى يا خميس، الواد براء ده رغم انه شغال معانا انما تحس انه براني مش اصلي، واحنا صعايده ما نديش بناتنا لحد بره ابدا. وانا لو حبيت ازرع شجره لبنتي ازرع لها شجره جدرها واصل لسابع ارض، جدر اصلي. فهمت يا اصلي؟ المية دي ساعة طول الوقت وأنا معرفش. أنا كده عملت معاك الصح يا باشا، يعني الحوار ده أنا ماليش فيه وسيرتي ما تتجابش. حلمك علينا شوية بس يا سوريا، ما تبقيش كابسة علينا قوي كده. معلش يا باشا، أنا ركبي بتخبط في بعضيها، الناس دي لو عرفت ما ترحمش، ممكن تتبحن. يا بنت لمي نفسك وكلمي عدل مع الباشا. معلش يا باشا فكوا الكيس انتوا الاول. انت ايه بلعت فلوس ما بتشبعيش؟ بص يا سوريا، المعلومات اللي انت بتقوليها دي لو طلعت صح ليكي عندي مكافأة ما تحلميش بيها. دي بضاعة بمئات الالوف يا باشا، يعني يا ريت ينوبنا من الحب جانب، واكيد انا مش اغنى من الحكومة. انت واثقة من المعلومة دي ولا؟ عيب يا باشا، سوريا ما تقول كلام بيبقى هو التمام، وانا بت بمئة راجل وانا جايبة لك الاوكي. المهم المكافأة دي قد ايه؟ يا بنت لمي نفسك. استنى بس شوية يا باشا وانا هشوفك. خليني تشوفي مين يا بنت؟ عاجبك كده يا باشا؟ دي تبقى ليلة القدر اتفتحت لك يا فندينا. انت مستقلية بابنك ولا ايه يما؟ معاش اللي يقول كده. انا قصدي اقول ان جوازة زي دي في مصلحتنا،
خصوصا وانت لسه ما نفضتش تراب السجن من على جتتك. ولما سبتنا بقينا في النازل وجوازة زي دي هتفتح في وشنا الابواب ونقب من على وش الدنيا. انا يا فندينا يا اما ونكات الدنيا ادتني ظهرها حبتين فمسيرها تروق وتحلى وتدينا وشها وتضحك من تاني. ما هي بتضحك لنا بس انت اللي مغفلقها قوي. دي سكة مش لازماني. واللي تلزمك الرقاصة اللي واكل عقلك. رقصتي؟ انت فاكرني نايمة على وداني ولا عاجزة بصحيح؟ انا من الكرسي ده بدور الدنيا بحالها. خلاص يا حاجة ملوش لزوم الكلام ده. بس يلزمنا انا يا روح امك. مش افندينا اللي يقع في بيت زي دي ويتجوزها وإذا كانت لازماك قوي ارملها قرشين اخر الليل زيها زي غيرها وزيك زي غيرك. بزيادة بقى يا اما بزيادتك انت، انت اللي لازم لك جفلة. خلاص الجفلة بقت بضبة مفتاح والحكاية جابت اخرها. يبقى تتجوزها بعد ما تخلص المصلحة والقرشين اللي هيطلعوا منها يخلوك تخش عليهم بقلب جامد وراسك مرفوع لفوق. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك ويبعد عنك ولاد الحرام. الله أكبر الله أكبر. هي دي الخطة يا فندم. لازم تتأكد من المعلومات اللي جات لك كويس قوي يا ياسر. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم، وجاري البحث والتحري، بس عنصر السرعة هو اللي هيحقق لنا المفاجأة. ده اللي احنا محتاجينه يا فندم. الخطة اللي انت عاملها مش بطالة يا اسر. يعني نبدأ يا فندم؟ إذن النيابة جاهز، ربنا معاك. تمام يا فندم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. مساء الخير يا فندينا. ايه بتقول ايه انت؟ مين قالك الكلام ده؟ اوعى لك كل الكلام ده تهييس. جدع يالا. طب سكه انت دلوقتي، هحليلك بقك يالا. اهو كده الكلام يحلو. كلام ايه ده اللي هيحلو يا براء؟ هتفرحي قريب قوي 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 يا مطر. هفرح بايه؟ هو انت ناوي على ايه؟ بقولك ايه، سيبك بقى وفكك من ام شريط السبب ده. ما تريحني بقى وتقولي بتعلقني ليه؟ يا بنت ريح انت شويه، هقولك بعدين. طب ما تقولي دلوقتي، تقولي بعدين ليه؟ بقولك ايه، سكه انت عشان عايز ابويا دلوقتي. ما تقولي بقى وتريحني. علي ابن الميت لحربته. سعيكم مشكور يا سعادة البيه. يا نار الجن. بعد إذنك يا بيه، بعد إذنك يا بيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا ينجيك يا ابني انت واللي معاك، ويمنع عنك كل عين رضية. تصليها في الحرم يا حجة ان شاء الله. لابسة كده ومتأنتكة ورايحة على فين؟ رايحة لأم طارق جارت أم الله يرحمها، أصلها بعافية شوية، وبعدين أنتِ عارفة إنها ملهاش غيري، فقلت أروح لازم أطمن عليها. آه، وأنتِ ما يفوتكيش واجب أبداً. رباية إيدك يا حجة. ماشي يا شوق، روحي، بس ما تعوقيش. لا إزاي؟ قبل صلاة العشاء هكون هنا، ونصليه جماعة إن شاء الله. شوق. نعم. من هنا لهناك على طول. من عينيا يا حجة. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين فاغفر لي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زد إيمانك يا حجة. يا معلم أبو سنة، ايوه كله تمام، البضاعة تمام وهنتحرك دلوقتي. قول لي يا غالي، أخبار أفندينا إيه؟ طب عال الحمد لله، إجديه يبقى ضحكنا على الحكومة والبركة في المعلم النوح. مع السلامة يا غالي. البضاعة تمام والفلوس في أمان يا معلم. كده إحنا حبايب، ربنا يديم المعروف بإذن الله، عشان أخد بخاطر إخواننا البعدة. طول عمركم أصحاب الأصول يا معلم. بني آدم مننا إيه؟ غير بني آدم لمؤاخذة يعمل عمل طيب، لمؤاخذة في الدنيا دي اللي ملهاش أمان، بس الحكومة تفهم. سلام عليكم يا معلم. المعلم أبو سنة طمني، أفندينا بخير والحمد لله، يلا بينا. يلا. الهم يا رجال. يا راجل. ماشي 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 على عيني، ألف سلامة. ما تضحكنا معاك يا معلم، ولا احنا يعني مالناش نايب في الفرح ده. انت بنت ليكي أكبر نايب. يا سلام. ده انت مزاجك عالي قوي، بالك رايق على الآخر. حكم أنا أصلي أموت في اللعب المتغطي بالهواء والمكشوف للعين، وصاحبه نايم في بلاص العسل مش دريان بالدبان اللي بيعشش حواليه. فزورة دي ولا إيه يا معلم؟ آه، فزورة من كلمتين، اللي تعرف ديته اقتله. وعلى فكرة يا بنت، أحسن لعبة تلعبيها مع الحكومة ومع اللي مشغلاه الحكومة ومع اللي واقف قصادك في السوق. مالك يا بنت؟ مالك؟ كلمتك كده ليه؟ أنا؟ مفيش حاجة يا معلم، مفيش حاجة. ما كنتش أعرف إن دهني في العتاق كده يا معلمة. صلى على النبي عليك وعلى دماغك العالية قوي. الله أكبر عليك وعلى أبوك، الحاجات دي بتتنظر بسرعة. ايه يا بنت؟ مالك اتطفيتي كده؟ الحجر اتطفى فيك. نزوده يا مال. عرقك يا جديد. ونصيحة من أخ محافظ لأخته المحافظة، كل ما تعرقي أكتر كل ما الأساتك هتنزل على وسطك أكتر. عشتي يا كبير. هو ده الكلام. النصيحة التانية، عايزك تولعي الصالة الليلة، عايز الزبون يجي يدور عليك بخرم إبرة، وزي ما مليتي دماغ الباشا خلي للصالة مكان في قلبك، لأنها أصل النعم وأصل لقمة العيش، وشعار ما هو الإخلاص والتفاني، يجيبوا الزبون من تاني. وأنا بقى خدمت لقمة العيش.
انتريه. اسيب مكاني يا برنس عشان اجهز. جهزي يا روح. بوسي الاخلاص والتفاني يجيبوا الزبون من تاني. برافو. كنت مستنيك يا رمان. وانا تحت امرك يا كابتن. عرفت ان مفيش حد بيهرب من قدره؟ وبعدين هتروحي فين؟ وزي ما قالوا في الامثال اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين، وانت جبينك متسطر عليه العز والنغنغه. يبقى ليه بقى نكابر ونرفس النعمه برجلينا؟ حرام ولا مش حرام؟ وانا رجعت اهو وجاهزه لنمرتي. ده لو مكاني لسه فاضي. مين قال مش فاضي؟ انا قلت مش فاضي؟ هو قال مش فاضي؟ انت قلتي مش فاضي، مكانك فاضي يا نجمه. اشبكي ايدي في ايدك كده؟ وشبكه العشره الكرام دول ومليك عليا حلفان، بعد ما انت مشيتي بساعه واحده انا كنت هقفل المحل، عارفه هعمل فيه ايه؟ هقلبه متحف وهعلق صورتك لوحدها وهسميه متحف رمانة الدولي، وانت الوحيده اللي تزوريه. اسمعيني كويس، بشطارتك مكانك ما يملهوش غيرك، وبالحنكه وصنفره الدماغ تقفشي فيه بايدك واسنانك، وما تفوتيش فرصه لاي واحده تانيه تاخد مكانك. وانا من ايدك دي لايدك دي. حلو، يبقى شعارنا هو الاخلاص والتفاني مع رمانه يجيبوا الملايين من تاني. رمانه لا، خدي دول فتح شاهين. كنت حاسه بكابوس؟ الزهر قلب معاكي بكابوس؟ طب كنت خايفه من ايه؟ كنت شايفه ايه يا حبيبتي؟ ابوكي الله يرحمه. ايه لازمه الرغي ده دلوقتي؟ مش شايفه انها تعبانه؟ تصدقي يا حجه لسه لغايه دلوقتي موضوع ابوها الله يرحمه مقصر. انا قلت مش عايزه اسمع السيره دي تاني. هي يا حجه اللي يلا اتفضلي اتفضلي دلوقتي. حاضر يا حجه. حاضر حاضر. احنا مش قلنا تنسي حكايه موت ابوكي دي خالص؟ مش كفايه اللي جالك من تحت راسها؟ عايزه ايه تاني يروح منك جنب صوتك؟ كتمي على الموضوع ده خالص، لازم تنسيه ده اذا كنت عايزه تخف بصحيح.